كذلك إلى المجلس الوطني دعم حركة 20 فبراير، كذلك تحية نضالية إلى حركة المعطلين المرابطة بشوارع الرباط. الأكيد أنه هذا النظام لا زال ينهج نفس السياسة القائمة منذ زمن غابر، ألا وهي سياسة العصا والجزرة، ألا وهي سياسة المعتقلات السرية، ألا وهي سياسة إكمام كل أفواه اللي كتطالب بالحرية والعتاق والكرامة الاجتماعية. وكذلك يعلم الجميع أنه ما حدث في الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب والذي تمثل في حركة 20 فبراير خاصة والتي رفعت